أعلن المستشار أنور علي بورسلي وكيل محكمة التمييز ورئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الأولى أسماء الفائزين العشرة بعضوية مجلس الأمة 2024 والتي جاءت على النحو الآتي. نتائج الدائرة الانتخابية الأولى. الأول أسامة زيد عبد الحسين حسن زيد، وحصل على 4936. الثاني عبد الله جاسم عبد الله جاسم محمد المضف، وحصل على 4729 صوت. الثالث محمد عباس عبد الله جوهر حياته، وحصل على 4134 صوت. الرابع أحمد حاجي علي عبد الله لاري، وحصل على 4108 صوت. الخامس عيسى أحمد محمد حسن الكندري، وحصل على 3678 صوت. السادس باسل حسين إبراهيم حسن البحراني، وحصل على 3631 صوت. السابع عادل جاسم عبد الله محمد الدمخي، وحصل على 3530 صوت. الثامن خالد مرزوق مفرح طمار العميرة، وحصل على 3502 صوت. التاسع صالح أحمد حسن عاشور، وحصل على 3399 صوت. العاشر محمد مبارك فهد عبد الله داهوم العازمي، وحصل على 3249 صوت. مبروك للجميع.